عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فهذا الدعاء لا يعدو أن يكون كلمات قليلة، لكنه حوى فضلا وكرما من الله عز وجل لا يوصف. فهذه الكلمات القليلة اليسيرة إذا قالها العبد من قلب مخلص صادق حفظته من الأذى والضر حتى يرحل من منزله ذلك. ووجه كونها قليلة مع هذا الثواب العظيم الذي يظهر لي والله أعلم، لأن فيها توحيدا، وهذا التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، لأن كلمات الله يثبت منها صفة الكلام لله عز وجل، وفيها توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية، وذلك لأن الاستعاذة عبادة استعيذ هنا بكلمات الله عز وجل التي هي غير مخلوق ولم تصرف لغيره عز وجل. والنص إذا جاء فيه توحيد فيكون له فضل، وذلك كما ورد من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وذلك لأنها تحدثت عن التوحيد. وكذلك سورة قل يا أيها الكافرون كما ثبت عند الترمذي أنها تعدل ربع القرآن، لما؟ لأنها تحدثت عن التوحيد. سورة الفاتحة هي أعظم سورة لأن فيها ذكرا للتوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله لأنها ذكرت التوحيد، وهذا يدل على عظم فضل التوحيد.